السلام عليكم. شوفوا لي فيزاج ديال اللعابه ديال المنتخب فيفا 23. هذا الحارس بونو راكم كان من عرفتوه، فريمون الي بيان في. هذا حكيمي بار كونتر خلاو ليه جو كخوا الفيزاج ديال العام اللي فات، لان حكيمي دابا هذا ماشي هو الوجه ديالو الحقيقي. داروا ليه كوبي كولي من فيفا 22، خلاو ليه الكوب القديمه وكل شيء، ما محنوش راسهم هذا العام هذا. دونك ندوزو هنايا لهاد العباده رقم جوج، وهذا سايس بار كونتر تري تري بيان في، نقولو تصوير تونيس. هذا بيان سور كنشوفو حتى هويا تري تري بيان في، ناضي مرابط كاعي طالع ليه الدم، معصب كوم دابيتود، هانتوما كتشوفو مغوبش، ولكن جابوا شويه، نقولوا 90% هو هذاك. بار كونتر الراس والكران ديالو صرعوه، ها صلعه هي هذيك ناضيه. زياش المايسترو ديال ليكيب ناسيونال، جابوا لاصق قاتل، لاستار ديالنا تبارك الله عليه، مزيان. شوفوا التور الراس كيف صوبوا الكوب، الملامح الوجه، و نصيري لا داعي للحديث عليه بزاف، هانتوما كتشوفو. ايوا تا هو صرعوا ليه الفيزاج ديالو، هذا بوفال تا هو طالع ليه الدم كاعي، معصب، ما عطاوش لي باس بزاف هاد الماتشير كاعي عليهم. و كنشوفو التوني ديال المنتخب ديال بيما، توني زوين ناضي، صرعوا اليوم صراحة. هذا حاريت ما عرفتش، لعبة المغاربة كلهم شادين ومغوشين، ما فهمش واش خاسرين هاد الماتش، واش ما كومبرون با. هذا بيان سور راكم عرفتوه، وهذا مزراوي.